الغرف وعبر كذلك دار الصانع عبر التفاعل مع هذه المؤسسات والهيئات. وطبعا المجال الوطني والتراب الوطني واسع، ولكن كنقولوا بان المزيد من حضور الصانع التقليدي في المشهد اليومي وفي الساحه الوطنيه وفي الساحه الجهويه كنحتاجوا المزيد من اهتمام، سواء من خاصه على مستوى الجماعات الترابيه ومستوى الجهات. اليوم في اطار الجهويه المتقدمه وفي اطار الجماعات الترابيه محتاجين ديناميكيه، نزيد من هذه الديناميكيه، لان كل ديناميكيه للترويج والتسويق والتعريف بالمنتوج التقليدي هي عندها بعدين، بعد مرتبط بالهويه والتقاليد المغربيه، وبعد اخر اقتصادي مهم في ترويج المنتوج وبطبيعه الحال في تحسين الوضعيه الاجتماعيه للصناع والصانعات والعارضين والعارضات. يعني لنا ولكم. الله يبارك. عبد الاله العالمي النائب الاول لرئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط القنيطره الى ذلك. سلام. فيما يخص السؤال اللي وضعه الاخ حول المكننه التي تؤثر سلبا على الخياطه التقليديه، بل هي تؤثر سلبا على جميع الحرف ديال الصناعه التقليديه. الى مثلا انا صانع تقليدي في الزربيه الان تحتضر بصراحه الموضوع، خاص الحكومه المغربيه ترجع واتخذ قرارات جريئه باش محاربه المكننه والحفاظ على قوت الالاف المؤلفه من اليد العامله في قطاع الخياطه التقليديه الاصيله وفي قطاع الزربيه وكل الحرف التي لها علاقه بالصناعه التقليديه الفنيه الانتاج. هذا الشيء اللي كنديروا ضروري ما توصلوا هذا الشيء، هذا لانه اليوم بات من الضروري ان نديروا بحال هذه المعارض في هذا الشكل هذا باش نحاولوا نساعدوا الصانع التقليدي على الابداع في واحد العدد ديال المجالات. هذا اليوم هذا كما هي سنه حميده ديال العرس المغربي التقليدي تنديروه كل عام باش نحاولوا نشجعوا الناس اللي كيخدموا هادشي ديال العراسات باش حتى هما يلقاو يحاولوا يبدلوا بعضياتهم الخبرات، يحاولوا يتلاقوا في هذا الملتقى هذا ويحاولوا يلقاو الناس اللي غادي يديروا معاهم كيقولوا عراسات في الصيف الى اخره. وبالتالي كما كتشوفوا عندنا جوج ديال عندنا هنا النقافات والتريتور وعندنا جهه اخرى اللي كيبيعوا المنتوجات اللي عندها علاقه اذا درنا هذا بحال ان برودوي دابيل لهاد الناس هادو كنشجعوا البيع هنا بهاد الناس هادو. هادو جاو عارضين ماشي تيبيعوا، الاخرين جاو كيبيعوا، اذا درنا هاد لقينا هاد الجوج باش تكمل المنظومه. معكم فنانة أميمة أم سعدي، أنا جيت مسرورة اليوم أنني حاضرة ومشاركة في هذا المهرجان البهيج، مهرجان العرس المغربي الكبير اللي في دورته الثانية عشر. طبعا كنشرف أنني مشاركة فيه، كنتمنى إن شاء الله المزيد من الاستمرارية لهذا المهرجان. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة